نأخذ هذه المكالمة من سيد محمد من الجزائر. أنت أخ محمد مسيحي ولا مسلم؟ أنا ما زلت في إطار البحث وأنا عندي اقتناع كبير بالمسيحية أنها الدين. نعم، وما يمنعك من، لو عندك اقتناع ما يمنعك من أن تقرر الآن؟ أنا لا، ربما قبل المكالمة هذه كنت في آخر خطوة. نعم. كنت أنا من المتتبعين جدا للأخ بطرس زكريا وليكم لسؤال جريء وكلام في المحضور وغيره، وأنا أقتنع بأفكار. هل تحب أن نصلي لك حتى تسلم حياتك للمسيح في هذه اللحظات الآن؟ نعم نعم نعم، أنا نبغي باش نكون مسيحي. ملي كانت عمري 15 عام كروي موا، ملي كانت عمري 15 عام كنت نتمنى، كنت حاسس باللي هذا الإسلام، هذا الدين متناقض. هذا مثلا باريزون في الجزائر ما يقبلوكش لو كان تعلم مسيحيتك، ما يقبلوكش. صح، لكن المسيحية علاقة مع الله، ليس لا يهم أن يعترف بك الدولة، هي علاقة شخصية. هل تحب نصلي لأجلك أخ محمد الآن؟ نعم. هل ممكن تعيد وراي الأخ محمد؟ يا رب نشكرك لأنك أعلنت ذاتك لنا، لأن كلمتك المسيح صار بشر حتى يفدينا، لأنك يا رب أنا أعطيك حياتي، تملكني يا رب إلى الأبد. أعطيك حياتي، أنا أسلمك حياتي وأؤمن بك يا رب. أنا أسلمك حياتي وأؤمن بك يا رب. يا رب أنا أقبل عمل الفداء اللي تم لأجلي على الصليب يا رب. آمين يا رب. يا رب أنا أشكرك لأجل أخويا محمد، وأشكرك لأجل إيمانه وشجاعته أنه يأخذ الهاتف ويكلمنا. يا رب أعطيه إيمان يزداد يوم بعد يوم. يا رب نبارك باسمك، باسم يسوع المسيح، له كل المجد. آمين آمين آمين. أشكرك أخي محمد. آمين. ربي يبارككم إن شاء الله. ربي يباركك أخ محمد. أنت إنسان جديد الآن وخريقة جديدة في المسيح.